بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أرد على مزاعم الصين، لابد أن أشير إلى نقطتين مهمتين. أولها أن اشتكت الصين تداعت لها الأمة الإسلامية والعربية بالسهر والحمى. كما عرفنا سابقا أن هناك 37 دولة تؤيد الصين في حملات الاعتقالية والمعسكرات النازية في تركستان الشرقية، ومن ضمنها بعض الدول العربية والإسلامية. على حسب ما تدعي الصين، هذه الدولة التي تؤيد الصين تزداد يوما بعد يوم، والآن وصلت هذه الدولة إلى 50 الدولة التي تؤيد الصين في هذا الجانب، ومن ضمنها فلسطين المحتلة أيدت الاحتلال الصيني في تركستان الشرقية. حقيقة استغربت وصدمت حينما قرأت هذا الخبر، حينما انتشرت هذا الخبر في وسائل الإعلام. حقيقة استغربت وصدمت جدا جدا أن فلسطين المحتلة، نحن مع فلسطين، احتلت أراضينا في نفس السنة تقريبا، فلسطين 48 وتركستان الشرقية 49. المحتل هو المحتل، سواء كان هذا أو ذاك، ولكن البلد المحتل تقوم تؤيد للاحتلال، هذا حقيقة يعتبر يعني شيء غريب في الواقع. بعد هذا التأييد الفلسطين للصين، أمس 31 من شهر الماضي كان هناك توقيع بين الصين وبين الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في غزة. الصين كانت تدعم $1,000,000 لإغاثة فلسطين. فعرفت من ذلك أنه كان هناك تأييد لأجل المال، سواء كان فلسطين أو غيره من الذين يدعمون الصين، كان هناك مقابل المال، كان التوقيع مقابل المال. فلذلك لا غرابة هناك الصين تستخدم الأموال لأجل التوقيع، لأجل جمع الذي يدعمونها في هذا الظلم في تركستان الشرقية. فهذا يعتبر وصمة عار على جبين الحكام العربية والإسلامية في هذا الجانب. الأمر الثاني الذي أشير إليه، هناك بعض الإعلاميين والصحفيين أو المؤسسات الإعلامية التي تؤيد الصين في هذا الجانب في تركستان الشرقية. فهؤلاء الصحفيين أو الإعلاميين يستخدمون لباس الإعلام لأجل الشهرة أو لأجل جمع الأموال. أقول لهم الأصل أن الإعلام مهنة شريفة، وعبرها ينشر ما يحصل في داخل تركستان الشرقية، أو ما يحصل في فلسطين، أو ما يحصل في ميانمار، أو ما يحصل في العراق، أو في اليمن، أو في ليبيا، أو غيره من بلدان التي فيه حروب، أو التي فيه ظلم، التي فيه احتلال وإلى آخره. ولكن هؤلاء المؤسسات أو الأشخاص أو الصحفيين أو الإعلاميين الذين يستخدمون هذا كلمة الإعلام أو لباس الإعلام لأجل جمع الأموال أو لأجل الشهرة، أريد أن أقول لهم لا يستحق لكم أن تتكلموا عن موضوع تركستان الشرقية. ليس لكم صلاحية أن تتكلموا عن تركستان الشرقية، وليس لديكم معلومات كافية ما يجري في تركستان الشرقية. ولو كان لديكم معلومات كافية عن تركستان الشرقية، أنتم تتكلمون بلسان الصين، وأنتم تتكلمون بإعلام الصيني. فلذلك لا يستحق لكم ولا يحق لكم أن تتكلموا عن موضوع تركستان الشرقية. طيب، والآن أأتي إلى مزاعم الصين أنها أفرجت عن 90% من المعتقلين في داخل تركستان الشرقية. هذا الخبر انتشرت في صحيفة The New York Times الأمريكية قبل يومين تقريبا. هو النائب رئيس ما يسمى المنطقة الشينجيانغ تركستان الشرقية، هو الذي أعلن 90%
من المعتقلين قد أفرجوا عنهم فهم انضموا إلى مجتمعهم ويعيشون بسلام. فهذا كذب وبهتان لا صحة له في الواقع، غير صحيحة هذا الخبر. هناك دليل على ذلك، أولا المنظمات الحقوقية والإنسانية في الخارج نفت هذا الخبر جملة وتفصيلة، لا توجد هناك، قالوا لا توجد هناك أي إفراج عن معتقلين داخل تركستان الشرقية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لا توجد أي إشارات في داخل تركستان الشرقية إفراج عنهم عن معتقلين في داخل البلد. إذا كان هناك إشارات أو أفرجوا فعلا عن هؤلاء المعتقلين من السجون، فكانت الصين أول من تقوم بنشر هذا الخبر في وسائل الإعلام المحلية الدولية الخارجية، حتى يظهروا أمام العالم أن الصين لديهم حسن نية وأفرجوا عنهم وإلى آخره. ولكن لا توجد هناك أي صور ولا أي فيديو ولا أي وثائق رسمية من قبل الصين تدل على أنهم قد أفرجوا عن المعتقلين التركستانيين من السجون. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، التركستانيين الذين يعيشون في الخارج لا يوجد هناك أي علاقات مع ذويهم وأقاربهم وأهاليهم، مهما كان نوع هذا الإنسان، سواء كان من السياسيين أو من التجار أو من إنسان عاديين، لا توجد أي علاقة مباشرة معهم، سواء كان عبر الإنترنت أو وسائل اجتماعية أو بالتليفونات وغيره. لذلك يعني لا نستطيع أن أقول أن هذا الخبر صحيح، أنه قد أفرجت الصين عن هؤلاء المعتقلين من السجن فهم انضموا إلى مجتمعهم. ورابعا، الصين قد تريد من هذا الخبر أنها تريد تحسن صورتها أمام العالم والمجتمع الدولي، وأيضا تريد تخفيف الانتقادات الدولية لأجل هذا الموضوع، لأجل قضية المعتقلات والمعسكرات النازية. ولكن العالم والعالم الإسلامي كلهم يعرفون ذلك، أن الصين ما زالت هناك من 3 مليون إلى 5 مليون تركستانيين في الحبس أو في المعسكرات النازية. خامسا، لا توجد هناك أي إشارات كما قلنا الإفراج عنهم، ولو قلنا أنهم قد أفرجوا بعض المعتقلين، قد يكون هؤلاء من كبار السن، من أعمارهم فوق 70 أو فوق 80، بدل أن يموتوا في داخل الحبس قد أفرجوا عنهم يموتوا في الخارج في آخر أعمارهم، أو قد أفرجوا بعض الأمراض الذين أصبحوا مريض بسبب الضغوط النفسية والجسدية في داخل الحبس. وبهذا نحن نرد على مزاعم الصين، لا توجد هناك أي إشارات، أي دليل، أي وثائق رسمية، سواء كان من الصور أو فيديو أو غيره، تدل على أن الصين أفرجت هؤلاء المعتقلين من السجون والمعسكرات النازية. كل مرة الصين تكذب، وتفننت الصين في الكذب، سواء كان الجانب الإعلامي أو الجانب الدبلوماسي أو غيره من العلاقات الدولية، تفننت في الكذب. فلذلك ما يمكن أن نصدق أنها أفرجت هؤلاء التركستانيين من حبسهم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.